الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت وزارة التخطيط عن انخفاض متوسط دخل الفرد العراقي إلى أقل من 5 ملايين دينار سنويا خلال عام 2020. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي إن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية وحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء انخفض إلى 4,950,000 دينار خلال سنة 2020 مقارنة ب 7,100,000 دينار خلال سنة 2019 وبنسبة انخفاض بلغت 30.3%. وأضاف أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية بعملة الدولار بلغت سنوياً 4,000 دولار مقارنة ب 6,000 دولار لسنة 2019. ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد وكردستان، وسجلت بورصة حارثية المركزية في بغداد 1487 دينار عراقي مقابل دولار أمريكي واحد، فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية 1486 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 1489 دينار والشراء بواقع 1485 دينار لكل دولار أمريكي. قالت لجنة النفط والطاقة النيابية إن وفد الحكومة المفاوض في منظمة أوبك ضعيف جداً، وأضافت أن تصدير النفط الحالي في العراق قليل ولا يغطي الاحتياجات الأساسية، وسبب ذلك راجع إلى أن الوفد الحكومي في منظمة أوبك ضعيف، مبينة أن الموازنات دائماً تواجه العجز والخلل في دعم القطاعات الاقتصادية. شهدت أسعار النفط عالمياً استقراراً نسبياً بالقرب من أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد ركود أوسع في السوق، وارتفع خام برنت 6 سنتات أو 0.42% ليصل إلى 66.94 دولاراً للبرميل الواحد، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات ليصل إلى 63.70 دولاراً للبرميل، وارتفع خام برنت إلى 70 مدفوعا بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا أكبر مستهلكي النفط في العالم. لكن تراجعت الآمال في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند. ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في 4 أشهر مدعومة بتراجع الدولار قبيل صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وهبط مؤشر الدولار إلى قاع ما يقرب من 3 أشهر مقابل عملات رئيسة أخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.2% إلى 28 دولاراً للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر. تكبد سوق العملات الرقمية خسائر فادحة بلغت قيمتها 280 مليار دولار في ظل موجة الهبوط الجماعي التي تشهدها العملات الرقمية. وتأتي هذه الخسائر على خلفية سلسلة من التصريحات والوقائع، آخرها قرار السلطات الصينية بمنع المؤسسات المالية من استخدام هذا النوع من العملات حسب ما ذكرت CNBC الأخبارية الشبكة الأمريكية. وانخفضت عملة البيتكوين أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية على نحو حاد في تعاملات الثلاثاء الماضي، لتواصل بذلك عمليات بيع كبيرة بدأت قبل أسبوع. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.